ونتابع مع حضراتكم الآن الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة المنصورة الجديدة. السلام عليكم. السلام. الله ينور عليك. حاجه جميل، حاجه جميل. السلام عليكم. بعد اذن حضرتك، الكافيتريات دي الحيطه الصلب اللي من الناحيه دي صماء، عشان في الشتاء بيبقى فيها هواء وفي نواه، فتقدر الكافيتريا تشتغل ويفرش هنا ويبقى محمي بالكافيتريا نفسها من الهواء، عشان يبقى في فترات الليل والنهار يقدر يشغل الصبح بيفرش هنا وبالليل بيفرش هنا. اتفضل اتفضل اتفضل. تعال تعال. لا انت مش هتقف، انت هتخش كلكم مع بعض كده. يلا مع بعض. مش دي بلا. لا ده انت. لا 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 والله اتفضل. واحنا سعداء. يلا مع بعض. يلا مع بعض مع بعض كله. يلا يلا مع بعض. ألف مبروك. صحيح، احنا لازم نعمل مسابقة بين المحافظات في كل عشان المسابقة ايه؟ كل الأنشطة عشان ندي فرصة لنفسينا وليكم ان انتوا تطلعوا الحاجة الجميلة ديت بس. شكرا. فان شاء الله نعمل المسابقة ديت على مستوى المحافظات كلها من كده يعني ان شاء الله. حاجة جميلة، حاجة جميلة. السلام عليكم. مدخول اللي ورا ده كل ده تشكيل بالسلك بس، هنجيب وبعد كده حطينا الالوان وحطينا طبيعه.
استخدمنا برضو هنا عملنا تمثال انا عارفه في راسها والروحه اللي هناك كبيره قوي. حاجه حلوه. ميرسي جدا. ان شاء الله هنعمل المسافه ديت ونخش بقى وجايز لك شغل. ان شاء الله. صحيح؟ صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا ريس؟ اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ انا ياسمين. احنا تقابلنا قبل كده مرتين. انا سعيد. اهلا بحضرتك. ازي صحتك؟ الحمد لله. ده شغلي كله احضر كريمه. وانا كنت قبل كده اتكلمت مع حضرتك في اللي كنت عايزه احضر الماجستير. انا حاليا خلصت الماجستير وحضر دكتوراه. ما شاء الله. الف مبروك. الله يخليك يا رب. انا اتشرف والله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. يعني انا بستنى اليوم ده. يعني ربنا عالم عشان بيديني حياه وطاقه قد ايه. ربنا يديك الصحه. ودي حاجه بسيطه مني جدا. دي جميله جدا. دي من حجر الفيروز. ما شاء الله. الله يخليك يا رب. ربنا يكرمك. انا نفسي امنيه حياتي ان انا ادخل فرقه الموسيقى العربي. انا بعزف اورج كويس جدا والله. واعزف قدام حضرتك دلوقتي. انا في اي وقت. لا لو الاورج جاهز انا اسمعك دلوقتي. لكن ماشي. حاضر حاضر. الله يخليك يا رب. احنا ان شاء الله زي ما قلت لزميلاتك يعني واحنا جايين ان احنا هنعمل ان شاء الله على مستوى المحافظات مسابقه تاخد لها اسبوع تاخد لها 10 ايام. تمام. كل الانشطه في الرسم وفي النحت وفي وفي الموسيقى وفي التمثيل وحتى في المشروعات الاخرى اللي بتتعمل ان شاء الله. هيبقى عندك فرصه. لكن احنا يعني حاضر الموضوع لازم نديها فرصه. حاضر. الله يخليك. انا جاهزه. انا بعزف بقالي 10 سنين. ما شاء الله. لا قوه الا بالله. امنيه حياتي ان انا يعني فنانه عظيمه كمان. الله يخليك. انا حاولت ادخل كتير قبل كده ما عرفتش. ازاي يعملوا معاك كده؟ لا اللي هو يعني هو يشترط في شروط معينه. بس انا خدت الماجستير في مجال الدراما الموسيقيه. ايوه. ف يعني انا امنيه حياتي ان انا يبقى لي المجال. ده المجال موجود. الله يكرمك. احنا محتاجين. الله يخليك. مبسوطه ولا لا؟ طبعا. عايزين نعمل ايه بقى؟ نعمل يا خور. طبعا. انا بس ده كفايه. كفايه ان انا قابلت حضرتك كده. ده اللي كفايه ان انا قابلتك. ونفسي ابقى معاك على طول في اي حاجه. ابقى معاك على طول. انا يسعدني ويشرفني. ربنا يخليك. وحاجه جميله وبشكرك على الهديه الجميله دي. ده حاجه بسيطه. يا نهار ابيض. مين قال؟ ربنا يخليك. دي حاجه جميله جدا. كتر خير. الله يخليك يا رب. مش عايزه حاجه تاني؟ عايزه اقابلك تاني. حاضر. احنا ان شاء الله في الاحتفال بتاع الموسيقى ده العربية نسمعك ان شاء الله. وفي اول احتفال جاي. طب حضرتك عايز تسمع ايه عشان اجهزه بقى من دلوقتي؟ الله. مش عايز مفاجآت يعني؟ انت تحبي تقولي ايه؟ انا اعرف ان حضرتك بتحب القلب يعشق. القلب يعشق؟ ايوه انا اعرف كده. خلاص اللي انت يعني يبقى يسير عليكي انا هسمعها. خلاص. هيسعدني والمصريين كلهم هيسعدوهم كمان. الله يكرمك يا رب. متشكر جدا. العفو. مش عايزه حاجه تاني؟ تشرفتني. ربنا يخليك. ويخليكي. ربنا يخليك لي يا رب. يحفظك. متشكر. متشكر. السلام عليكم. الصحة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده شغل بالايبوكسي والخشب خشب وده ايبوكسي. وبستخدم توليف الخامات وتدوير البيئه. يعني الخشب والورد المجفف والإيروكسي وبعض اعمله وصنعت منه صواني. يعني منتج مصري من انتاجي. يعني الحمد لله يعني تعليم. والسوق ماشي كويس الحمد لله. انا بسوق بيطلب مني منتجات وبدات دي عينات بالترابيزات بقى كبيره والديكورات الداخليه في الشقق بيطلب مني حاجات من دي كويسه الحمد لله. يعني الامور ماشيه. الامور ماشيه الحمد لله. الحمد لله. نورتنا كتر خير بجد. الله شرفتنا. شرفت بيك والله. شكرا. السلام عليكم يا ريس. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيكم؟ شكرا. ازي سيادتك؟ شرف لي. ده شغلكم؟ شغل الرهيبات دير قدس الياس. هنعمل مسابقه ولازم تخشوا فيها. صحيح. متشرف. هنعمل مسابقه على مستوى المحافظات ونخش بالمنتجات الجميله دي. احنا عاملينها خدمات للكنايس يعني. ومال اللي بتعملوه دي حاجه جميله. والخدمه للناس حاجه حلوه. يا رب نعرف نخدم. دير قدس الياس يعتبر اول دير رهبنه في العالم. أول دير رهبنة في العالم. أيوه أيوه. ست دميانة هي الأساس الرهبنة. نعم. أيوه. إحنا سعداء بيكم. ربنا يخليك. متشرفين بيكم. وهنبقى سعداء إن أنتم تشاركوا في المعرض القادم ده بمنتجات طبعًا زي ما أنتم عايزين. ربنا يخليك. ده شغل الرهبنة الرهبات تطريز يد ومكن وشغل الأساقفة والكهنة. حاجة جميل جدًا جدًا. ربنا يخليك. ده أنا اللي متشكر. احنا متشكرين جدًا جدًا. ربنا يوفقكم. حياتي لكم. كتر خير. متشكر. حياتي لكم. ربنا يخليك. سيادة الرئيس. شكرا.
اهلا بيك. اهلا وسهلا. ده شغلكم ان شاء الله؟ والسوق ماشي كويس الحمد لله. لا صحيح الحمد لله. والمعرض اللي عملناه في اياد مصر بدا يعني الشغل يظهر تاني. معاكي طبعا ناس بيشتغلوا جروب كبير وحضرتك نفس الكلام مش كده؟ والسوق ماشي كويس الحمد لله. شوف انا هقول لك الفكره اللي احنا بنقول عليها ان احنا نعمل مسابقات والناس تشوف الحاجه ديت على مستوى مصر وحتى الناس اللي بره يشوفونا هيبقى فرصه كويسه. هيبقى فرصه كبيره. ولو في اي حاجه ممكن نعملها احنا تحت امرك. الله يبارك فيك. اه والله. ما هي بدايه المعرض اللي هو اتعمل لنا عيد مصر بدا يظهر على الساحه وكده ونكرر تاني وتالت ان شاء الله. مش عايزين حاجه. حضرتك الله يبارك. كتر خير. مش عايزه حاجه؟ الله يبارك فيك. سلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد بلقائكم. احنا اسعد. خلي بالكم انا كنت لسه بقول يعني الحضور اللي موجود ان احنا هنعمل مسابقه في كل شيء بما فيها الموسيقى. فعندكم فرصه كويسه ان انتم بقى تجهزوا تشتوا فريق مع بعضكم كده تجهزوا حاجه للكلام دوت يعني. ده انا اللي شرف حاضر ان انا اشوفكم. صباح الخير. شباب زي الفل يعني. اه ويحفظكم ربنا. متشك اهو الفرصه اهي والامتحان اهو. تعالي اتفضلي على مهلك. تعرفي انا عازف حاله بسيطه الفنان عمر خيرت. طيب اوكي اتفضلي على مهلك. حاجة جميلة جدا. حاجة جميلة جدا. شكري. سلام عليكم. اتفضل. حاجة جميلة جدا. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده شغلك معاكي. احب اعمل انفه على الجنب الات موسيقيه تحت كده قصر البارون على الكمان. برجع للقرون الزمان الوسطى والقرن التاسع عشر والثامن عشر على طريقه النحت على الكمان الخشب بنحته على الجلد بقى الطبيعي. لا حاجه جميله جدا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. كتر خير. شكري. السلام عليكم. السلام عليكم. كتر خيرك. بحبك قوي قوي. كتر خيرك. شرفت ونورت الاهليه كلها. الاهليه منوره بصحابها. ربنا يبارك في سيادتك يا رب. حاجه جميله جدا. ربنا يخليك لمصر كلها. شك. كتر خيرك. ممكن اعرف دي برمين دي يعني وانا باخد من ميه. معلش. طيب حاضر. شك. 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 شك
شكرا جزيلا. سلام عليكم. سلام عليكم. شغلك ما شاء الله. ها خشب ولا خشب طبيعي؟ كله خشب. كله خشب طبيعي هاند ميد. ناحية ده انتاج مدينة الاساس. مدينة الاساس. مدينة الاساس. انا ورشة مدينة الاساس. وده خشب طبيعي. كله. كله خشب طبيعي وناحية ده. حاجة جميلة جدا. ده شرف ليا يا فندم. كتر خيرك. شرف ليا. لا والله حاجة جميلة. انا عايز اقول لحضرتك كل سنة طيب اول. وانت طيب. الناس في عيد الله ده. ان شاء الله وانت طيب. حضرتك عيد 19 11 وانا حظي حلو ان انا نفس الكلام. حظي. الله يكرمك. ده اللي حظي. انت نورتني والله. نورتني يا فندم. سلام عليكم. سلام عليكم. حاجة جميلة.